في الفيديو ده هقول لكم انا ليه بفضل الهارمونيكا التريمولو عن الهارمونيكا الدياتونيك. طبعا في البداية لازم نبقى عارفين ان الهارمونيكا متقسمة لثلاث انواع رئيسية، الدياتونيك، التريمولو والكروماتيك، وطبعا كل نوع غير التاني من حيث الشكل الخارجي والداخلي، وكل نوع متخصص في نوع معين من الموسيقى. يعني الدياتونيك مثلا هي الافضل لموسيقى البلوز، والتريمولو هي الافضل لموسيقى البوب، والكروماتيك للجاز. زي كده في الموسيقى العربية او الموسيقى الشرقية هتلاقي انك لو عايز تعمل سولو في اغنية فرايحي مثلا تستخدم الناي، ولو عندك اغنية حزينة بتختار الكولة، وده عشان طبيعة صوت الكولة غير الناي وصوتها رخيم، ولكن ده مش معناه ان الكولة ما تعزفش غير الحزين. نفس الكلام بالنسبة للهارمونيكات الثلاثة، كل نوع ممكن يعزف اي نوع من الموسيقى، ولكن ايه الانسب لطبيعة الصوت ده كلام تاني. نيجي بقى للجزء الاهم في الفيديو، انا ليه بحب التريمولو عن الدياتونيك او الكروماتيك. مبدئيا انا جربت الثلاث انواع، طبعا كلهم حلوين وكل نوع ليه طعم خاص، ولكن الميزه اللي بتميز التريمولو ان صوتها قوي مش مكتوم زي الدياتونيك مثلا، والسبب ان الشرائح المعدنيه اللي جوه التريمولو شريحتين لكل نغمه. طيب ده بالنسبه للصوت، اما بالنسبه لطريقه العزف فبرضه في اختلاف بسيط هوضحه لكم دلوقتي. لما نيجي نشوف الهارمونيكا الدياتونيك مثلا هنلاقي من الفتحة 4 على 7 النغمات هتبقى اللي هي اللي احنا عارفينها سي دي اي اف جي اي بي، اللي هي نغمات السي ميجر، ولكن من الفتحة 1 ل 4 هتلاقي في اختلاف، فهتكون النغمات سي دي اي جي جي بي دي سي، فهتلاقي ان الاي والاف مش موجودين، ودي في الدياتونيك اسمها الميسنج نوتس او النغمات المفقودة، وده هيفرق معاك لو انت عايز تعزف حاجة فيها A أو F في الأكتاف الواطي، فهيبقى عندك حل من الاتنين، يا إما تعزف المقطوع اللي فيها A أو F في الأكتاف اللي بعده، يا إما تغير طريقة العزف بتاعتك، ودي محتاجة مهارة عالية جدا، والمهارة دي هتخليك تستخدم تكنيك معين في العزف. وضع الفم على الهارمونيكا هيختلف، شكل اللسان جوه هيختلف، طريقة النفخ أو السحب هتختلف، يعني هتعمل أوفر بلوينج أو أوفر دروينج عشان تجيب الميسنج نوتس، وده يعتبر موضوع مش سهل خصوصا لو حد لسه بادئ جديد في الهارمونيكا. وبكده نقدر نقول ان الدياتونيك هتبقى حلوه جدا لو حد لسه مبتدئ، ولكن في المساحه اللي هيلعب فيها اللي هي من 4 ل 7. مثال صغير على اللي انا كنت بقوله من شويه، دلوقتي انا هعزف مثلا جزء صغير او دخلت ليبي فكروني عنيك، وانا كنت عملت لها تاب قبل كده، فهيكون في جزء كده فيه نغمه ايه، فلما تيجي تستخدمها على الاوكتاف الواطي على الدياتونيك هتطلع كده. طبعا اللحن غلط، عشان تعمله صح هتروح على الاكتاف اللي بعده هيبقى، ولكن في التريمولو الموضوع مختلف، ترتيب النغمات في الاكتافات كلها واحد، فهعزف لكم نفس الجزء على الاكتاف الواطي في التريمولو هيكون كده، فانت في التريمولو مش محتاج المهارة العالية قوي عشان تجيب كل النغمات على كل الاكتافات، كل النغمات تطلع معاك عادي جدا بكل سهولة.